البنات، انما في حته نص جه الجامعه مالوش حل. انا من ساعه ما جيت الجامعه دي وما شفتش اللي انت بتقولي عليه ده خالص. فين يا اختي اللي انت بتقولي عليه الموز ده؟ ما شفناش حد. بس يا جدعان هنشوف دلوقتي، انتوا جايين تتعلموا ولا جايين تتسمحوا؟ ايه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا مجدي. طول عمركم كده، مش عارف مرميين عليا ليه كده؟ مالك؟ هو انت مالك بس في الارض ليه كده؟ واه وانت مالك انت؟ مالهاش يا عم مالك؟ لا لا ليه يا جدعان انتوا هتاكلوني؟ انا طالع المحاضره، طالعين ولا لا؟ لا لا احسن. يا عم سيبك من الهبل ده، انا عم خلينا في مجد بيليا ده، واخد البنات بتاعت الجامعه كلها مننا. انا مش عارف يا اسطى، مش عارف انا الواد ده. قلبي بيصور ملكي. انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ يا عم بقى مش تقصد حته لحمه من اي حته لحمه كده على الاخوات؟ خد يا اما انت واخد كل حاجه مننا. انا حبيتك يا جدعان. ايه؟ دي مين دي اللي وقعت مجدي بيه في تمارين؟ البت ده بتاعت الدنيا اللي بتقول واه. وانا لما نادية دي اكيد مش هتكلمك يا مجدي. بقول لك ايه يا عم؟ يحكوا لها يقول لها اي حاجه ربنا بيغفر. ايه هتغفر لها يا ماما؟ اجرب مش اخسر حاجه والحب حرام. لا لا مش حرام بس جرب. ندى ندى ايه عايز ايه؟ هو انت ليه صداني كده وانا كيخه؟ عشان كل البنات بتقول عليك انك بتاع بنات. وانا من ساعه لما شفتك والله هبعد عن كل الناس دي، بس اديني فرصه، ده ربنا بيرحم. لا حرام. بقول لك ايه؟ معلش اتمشي معايا بس شويه وهنتكلم واوعدك ان اجي اتقدم لك. امين. طب يلا. ندى ندى ايه عايز ايه؟ هو انت ليه صداني كده وانا كيخه؟ عشان كل البنات بتقول عليك انك بتاع بنات. وانا من ساعه لما شفتك والله هبعد عن كل الناس دي، بس اديني فرصه، ده ربنا بيرحم. لا حرام. بقول لك ايه؟ معلش اتمشي معايا بس شويه وهنتكلم واوعدك ان اجي اتقدم لك. امين. طب يلا. صحاب البنات اللي وحشني. البنات يا هم اه اخواتي وحشني. فين الهدايا يا عم؟ ايه يا ندى انت مش مركزه معانا ليه؟ بقول لك ايه، فكك مني انت في ايه؟ بقول لك ايه، كلمي باباكي بس عشان اخلص الموضوع ده وغلاوه النبي. الله البنات المحترمه بقت بترتبط دلوقتي. يا بنتي بس مرتبطه بمجدي. مجدي طب استنوا انتوا، تعالوا يا بنات عايزين ايه؟ في حاجه حصلت ما ينفعش ان هي تحصل. ايه واحده ارتبطت بواحد ندى عينيها عليه. طب انت عايزه ايه؟ هقول لكم هعمل ايه. مفيش احسن مننا نسوق سمعتها قدام حبيبها واهلها. ايش زكت منك يا مجدي؟ حتى اصحابي بيعايروني بيك، حتى ابنك اتحجد منك. انا عايزاني اعمل ايه يعني يا ندى؟ لازم تجادنا في البرنامج ده يا مجدي. يا ست انا جبان، انا بخاف مش هقدم. خد يا ريشه رايح فين؟ خد يا ريشه، خد انت رايح فين؟ قعدت بشبويا اصحابي عمالين يعايروني بيك وانت مش عارف في ايه يا انا. اقول لك على حاجه، انا هقدم في المسابقه. حلو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت جاي اقدم على المسابقه. حسن حظك كان فاضل واحد وهو انت. طب دي كل الحاجات اللي انا بخاف منها. ياه كل دي حاجات بخاف منها؟ ده انت كده هتفشل من اول محاوله. هحاول احاول. تعالى حاضر. انا جزء جدا في المسابقه. مبروك. انا جاي اقول لكم الحلقه بتاعتي هتبتدي الساعه 6. اتفرجوا عليا انا شبه كده. ماشي. خلي بالكم منها والنبي. حاضر. ريشه انا رايح اقدم على المسابقه. مش فارق معايا. انا عملت كل ده عشان انت تبقى فخور قصاد صحابك. ومش ههرب والله، وهقعد في المسابقه ومش هعمل زي كل مره. تقول كده على طول. لا الحلقه هتتذاع الساعه 6، اتفرج عليها. طلبتني ورقه مهمه عند الراجل اللي انت شغال عنده وانا عايزه. والمقابل مليون جنيه. بس انا مش هعرف اعمل المهمه دي لوحدي. ما تقلقيش، في واحد النهارده هيجي لك الساعه 6 تفتحي له باب الفيلا الخلفي وهو عارف هو هيعمل ايه. تمام اتفقنا. عمرك يا الساعه 6 في شارع 9 يا عمرو، الموتوسيكل هيعدي تركب وراه بعد ما تنفذ وعارف هيديك فين. تمام. اللي حصل جوز البطل حبيب قلبي كان في حريقه الصبح وطلعت فوق. هو انا كمان جوزي كان حد بيعاكسني امبارح قام ضربه. وانتي بقى جوزك عمل معاكي ايه يا عسل؟ ده من ساعه ما اتجوزت وهو جبان كده، حتى بيتريقوا عليه في الصعيد. طب بقول لك ايه، في مسابقه حلوه قوي اسمها البطل الوهمي، ما تقدمي له فيها. تعمل ايه دي؟ هتخليه بطل يخاف. الله عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه يا ست اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده؟ يلا 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 يلا. هنروح فين النهارده؟ هنروح النادي. يلا يا حنين عشان تمشوا وتسيبوني. انت قلت له ايه؟ قلت له احنا ابوك يخاف. لا انا ابويا ما بيخافش يا حبيبي، وانا كمان ما بخافش، انا ابويا بس محترم. محترم واحنا ما بنلعبش مع اللي ابوه محترم. انا زهقت منك يا مجدي، حتى اصحابي بيعايروني بيك، حتى ابنك اتحجد منك. انا عايزاني اعمل ايه يعني يا ندى؟ لازم تجادلك في البرنامج ده يا مجدي. يا ست انا جبان، انا بخاف مش هقدم. خد يا ريشه رايح فين؟ وقعت بشبويا. يا ريشه خد انت رايح فين؟ وقعت بشبويا اصحابي عمالين يعايروني بيك وانت مش عارف في ايه يا انا. اقول لك على حاجه، انا هقدم في المسابقه.
مجدي ايه؟ هتحضر المحاضرة بتاعت الدكتور محمد؟ مش سامعي. اه سوري. ايه؟ المحاضرة بتاعت الدكتور محمد. اه هطلع احضرها. ماشي يلا. مش سامعي. اه يلا. بقول لكم انت ما شفتش البنت اللي في الجامعه الجديده؟ عامله ازاي؟ البنت لابسه طرحه وعبايه والموضوع معاها صعب. ولا بيات جامده قوي. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. هتحضر المحاضره النهارده؟ لا مش فاضيين. هو انت رايحه فين؟ هحضر المحاضره. طب مش عايزين اوصلك؟ هو عايزك دي. طب هنعمل ايه بقى يا رجاله؟ البنت دي لازم مش هنسيبها. احنا لازم دلوقتي. مش مجدي جامد. بس سيبك منه. ماشي. خلينا في الموضوع بتاعنا. هنخطفها؟ انت فاهم؟ هقول لكم ابتدي عادي. بقول لك ايه وهتشقى عادي. يلا. يلا. بقول لكم ايه انتوا رايحين فين؟ لا لا جايين. هنجيب اكل اكل. هتعملي ايه النهارده؟ مروحه. مش سامع؟ اه. انا مروحه. طيب خلاص روحي وخلي بالك من نفسك. يلا. لا هو ده نسيت المفتاح بتاعها. بقول لك ايه؟ انت متاكد ان هي بتعدي من هنا؟ يا ابني وانا جايبك هنا وخلاص يا عم ده بيتها هنا اهو. طب بقول لك ايه؟ تعالى نرفع اي حاجه عقبال ما تيجي. انت ما سمعتش الجديد؟ ايه الجديد؟ ده بيقول لك الواد مجدي الاطرش هيخطبها. يا عم اقعد يا عم انت بتخرف يا عم. بقول لك ايه بس عشان هي جايه. بقول لك ايه يا حلوه؟ اوعيتك زي ايه؟ اوعيتك.